مثل ما وعدناكم بعدنا رح نعمل كم بروجي عن اللوجيك جيتس او كل شيء خاصه بالديجيتال اي سيز، واليوم رح نشوف الاي سي اللي هي 4040 يلي هي 12 باينري كاونتر. رح نشوف كيف بتمشي سوا. بهيدا الفيديو رح احط لكم كيف انا عملت السيركويت تبعي، بس عملتها بطريقتين. خلينا نشوف. سو هيدي هي الاي سي تبعنا. ان هاي الاي سي بتعد بولسز، اذا كان هاي ونزل على اللو بتعده، وبتعمل ريسيت اذا كان هاي، بتعمل ريسيت اذا كان لو ما بتعمل ريسيت. عندي كبستين، كبسه للريسيت وكبسه للكاونتر. من الاول ما تنسوا انه هيدا باينري جايز، يعني ما رح يمشوا ورا بعضهم. رح اعمل باخر الفيديو كيف هودا عم يتحركوا حسب الكود بينات. سو رح اعطي كهرباء انا كنت شغل فيها قبل. سو هلا رح رست. هيدا هو التايمر عم يمشي كل نص ثانيه. هلا رح نفوت بعدين نشوف شو قصته. دونك انا بس اكبوس بيطلع عندي كلهم زيرويات و ان، برجع بكبوس بصيروا كلهم زيرويات ان بيرجع زيرو، بكبوس بصيروا كلهم زيرويات ان ان، يعني صرت كابس ثلاث مرات. هلا الرابعه هي ان زيرو زيرو، بيرجع الخمسه هي ان زيرو ان، بيرجع السادسه هي ان ان زيرو، والسبعه هي ان ان ان، وهيك بنكمل تا نقطع على كل الكود بينار. اوكي، لا حديث الدوز بيت. هلا اذا ما لنا جلادة نقبص كل هودي الكبسات شو بنعمل؟ انا عملت تايمر. سو يلي رح اعمله، رح اقطع كهرباء ورح اوصل التايمر محل البوش بوتن. سو رح ارجع اعطي كهرباء جايز، رح رست منشوف انه بس التك هيدي او بس تضوي هيدا الليد هون عم بتكون عم تعطي سينيال وعم بيعدها. سو عم بيعد كم نص ثانية عم بيقطع، اكيد عم بيعطينا هيدا الشيء بينر. مع شو معقول تستعملوا هيدا الاي سي؟ فيكم تستعملوها مع ال 74 ال اس 47 او 48 حسب السفن سيجمنت تبعكم، وتعملوها مثل ساعة وتصيروا تعدوا الاوقات اذا بدكم، او تصيروا تعدوا مثلا تحطوا سنسر اذا حدا انقطع بتصيروا تعدوا كم شخص صار قاطع، بعدين مع كبسة ريست للزلمة تيرست كل شيء. هيدا الاي سي وكل الاكسسوار يلي استعملناه موجودين عند شركة سي بي الكترونيكس. فيكم تتواصلوا معها على الرقم يلي عم يقطع هلا او عبر الويب سايت تبعيتها. اذا حبيتوا هالفيديو ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب. انا برجع بشوفكم الفيديوهات التانيين يلي رح اعمله من بعد هيدي. رح تشوفوا كيف وصلت الاغراض الشيما بلوك تبعها والبنز كيف موصولين.